التكنولوجيا في 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 في, في تنمية العمالة هذه، بحيث أنك أنت تقدر توفر الخدمة بشكل جيد وبأقل نسبة من العمالة، لأن أنت دولة عدد العمالة عندك يعني كبير، وفي نفس الوقت أنت يعني احتياجات الوظائف عندك كثير، لكن أنت تريد خدمة جيدة، فلازم صحيح. تستخدم التكنولوجيا. أتوقع قطر محتاج أن تعيد النظر في هيكلة العمالة والوظائف بشكل كبير، لأن فعلا راح يدر هنا، راح تشوف المبالغ اللي تتحول تكون مبالغ فعلا مبالغ تدل على 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 أن من مخرجات قطاع خاص صحي، مش قطاع خاص مريض كل شيء يجيب له من الخارج. يا أستاذ يوسف، قطر ينبغي ألا تباهي فقط بمداخيلها القوية وباستثماراتها الهائلة في الخارج، ينبغي أن تباهي بأهلها أيضا الذين فيهم شباب كحالك يجمعون بين العمق والجرأة. وكل سنة وانت طيب يا أستاذ يوسف، و2013 يكون أحسن حالا، برغم أن 2012 مش وحش، ده في دول تتمنى عشر ما تحظى به قطر. ربنا يديم عليكم نعمته يا سيدي. شكرا لسعادة يوسف الكواري، رجل الأعمال القطري ورئيس مجلس إدارة شركة مجلس ترويج قطر. والله في دول لو بس نقطة من الحظ اللي في قطر ده تقع عليها تقول يا سعد يا هنايا. ربنا يديمه على قطر، وكمان يصلح الحال في دول عربية أخرى.